معالي رئيس هيئة الإحصاء الدكتور فهد التخيفي ضيف برنامج في الصورة مع عبد الله المديفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في إطلالة هي الأولى من الموسم الثاني في برنامجكم الأسبوعي في الصورة الذي يشرف في عينكم على قناة خليجية ويتهادى إلى أسماعكم عبر أثير روتانا FM. الحقيقة في البداية أنا أستغل هذه الفرصة علشان أشكركم على الدعم والمساندة والنجاح اللي حققناه في الموسم الماضي. الموسم الماضي كان موسم ممتاز، حققنا نتائج عالية، حققنا تأثير كبير، الأرقام كلها اللي موجودة عندنا تتحدث عن وصول ونجاحات رائعة جدا. أنا سعيد بهذا النجاح. طبعا هذا النجاح هو نجاحكم أنتم الذين دعمتم، أنتم الذين تفعلتم، فبهذه المناسبة أقول لكم شكرا. أيضا أستغل هذه الفرصة لأن أشكر ضيوفي الذين اختاروا هذا المنبر، اختاروا في الصورة ليوصلوا رسالتهم للناس. شكرا لكل الضيوف الذين حضروا إلى هذا المنبر وتحدثوا بشفافية وصدق، وهذا كان له انعكاس جميل ورائع على الناس. شعارنا في هذا البرنامج كان وسيستمر نحاور أصحاب الشأن والرأي لنضعكم أنتم في الصورة. في هذه الليلة نبدأ هذا الحوار مع معالي رئيس هيئة الإحصاء في المملكة العربية السعودية الدكتور فهد التخيفي لنتحدث عن الأرقام في السعودية. رئيس الإحصاء في الصورة. من جديد أرحب بكم باسمكم أيضا، أرحب بضيفي معالي الدكتور فهد التخيفي. حياك الله أبو فيصل. حياك الله أستاذ عبد الله، وأرحب فيك في الأخوة والأخوات المشاهدين، وأشكر حقي روتانا خليجية على هذا اللقاء. يعني نبرز السعودية في أرقام ونبين أيضا يعني دور الهيئة العامة للإحصاء كداعم للتنمية بالأرقام الإحصائية. قبل أن ندخل في محاورنا وفي سواليفنا، زميلي شاهين مطيري مسوي بروفايل عن معاليك، استأذنك انه نستعرضه مع بعض. شكرا. بروفايل. دار في ميدان العمل واستدار نحو الإحصاء، فمضى في دروب لغة الأرقام بعد سيرة كفاح ومسيرة عصماء. في بداية الألفية عاد لوطنه من أمريكا حاملاً أعلى الشهادات في مجالات الإحصاء والرياضيات، شاقاً طريقه بقوة وثبات، متجاوزاً كل العقبات حتى أصبح رجل دولة يشار له بالبنان. مسيرته العملية تحكي أنه عمل في وزارة العمل بعدما قدم إليها من هيئة السوق المالية، وقبلهما معهد الإدارة العامة. محطات عديدة كان فيها تواقاً للجودة ومتذوقاً للقيادة، أهلته ليكون رئيساً لهيئة تجري الدراسات، توفر المعلومات، تحلل البيانات، تضع المؤشرات للوزارات والهيئات. كفاءته أثبتت مع الأيام مقدرته للتعامل مع لغة الأرقام بعيداً عن لغة الخطاب والعاطفة. تضارب الأرقام مع الجهات الأخرى تظل قضية حاضرة بين وقت وآخر، لكنه يؤكد دوما أن هيئته تستخدم أحدث الوسائل والتقنيات، فلا مجال للأخطاء والهفوات لأنها المصدر الأساس لمتخذ القرارات. مسيرة تحكي أن الرقم لعبته، والإخلاص همته، والوطن قمته. في دائرة العدسة والصوت الدكتور فهد التخيفي. دكتور، قبل ندخل في المحاور، أنا زرتك في برج تمكين، وأيضا قمنا احنا بزيارة صراحة أنت ما عندك خبر عنها، رحنا إحنا المربع وزرنا وسوينا اعتبرنا المتسوق السري يعني متسوق الخفي متسوق الخفي. لفت نظري هنا وهناك حاطين أنتوا صور لسمو ولي العهد
واضح أنها مقصودة، يعني أن فيها رسالة بالنسبة لموظفينك أو للزائرين. أنا ما أعرف أن هذا السؤالي أنتوا كاتبين أو أنه يعني هي مقولة من اللي سموه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مبادرة مستقبل الاستثمار، أطلب من الجميع بأن لا يصدقوني وأطلب منهم النظر للأرقام، فالأرقام هي من تتحدث. ليش حاطين هذه اللافتة وهذه العبارة اتخذتوها؟ يعني ليش حاطينها في هذا المكان ومؤكدين عليها وحاطينها هنا وهناك؟ والله أول شيء فاجأتني في تسوق خفي. هو نعم هذه الصور موجودة في كل مكاتب الهيئة. الأرقام هي من تتحدث، اعتبرناها رسالة. هي أول شيء يعني هي رسالة من قائد الشباب. نقطة أخرى وهي مهمة، يعني في مداخل الهيئة نستشعر دائما لما نقول أرقام من تتحدث يعطينا دافع قوي صراحة. يعني مهما قدمنا من أرقام وإحصائيات لدعم التنمية تعطينا حماس أن نقدم المزيد، فنعتبر رسالة. يعني نقول دائما للزملاء والزميلات أيضا في الهيئة العامة للإحصاء، لما نستشعر دائما أرقام من تتحدث، اليوم نتحدث بلغة الأرقام، هذا يعطينا حماس. يعني نتكلم عن التاريخ خلال الفترات الماضية ولغة الأرقام، يعني وين كنا، وين صرنا اليوم، وإلى أين سنصل خلال الفترات القادمة. المؤشرات الدولية تتحدث عن المملكة، مؤشر التنافسية اللي صدر خلال الفترات الماضية، شهادة صندوق النقد الدولي، رؤية المملكة 2030 تتضمن عدة مؤشرات، برامج الرؤية كلها تتضمن مؤشرات. فعلا لغة الأرقام هي اللغة الصادقة لليوم اللي تقيس أي عمل تنموي. طيب احنا أيضا في هذه الحلقة بنطبق الكلام حقكم، احنا طيب. بنشتغل على لغة الأرقام. أنا شفت لك لقاءات كثير يعني وأنت متحدث جيد وتحدثون. أنا ما أبغى أدخل في السكة هذيك وأجاريك في الحديث، أنا أبغى أسألك عن مجموعة أرقام وناخذ نفهم السعودية من خلال لغة الرقم. وأنا عمدا قلت أن السعودية في أرقام ولا أرقام في السعودية علشان نفهم السعودية أكثر. الرؤية يعني في شعار اللي هو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، هذه ما هي شعارات، هذه هي أرقام صحيح حقيقة. ففيها مؤشرات، أنا بسألك على كل مؤشر أو مجموعة من المؤشرات وناخذها واحد واحد، تعطيني فيها أرقام وندخل يعني تلقائيا إلى بعض الأرقام اللي أنا أبغى أسألك عنها. في البداية زيادة متوسط العمر، كنا 74 هذا الرقم الأساس، والمفروض نروح إلى 80 عام متوسط عمر السعودي. اليوم حنا وين وصلنا في هذا الرقم؟ طبعا خليني بس أنا قبل ما أتكلم عن الأرقام خليني بتكلم عن كيف نبني هذه الأرقام، لأن الحقيقة بناء الرقم يعني هو رقم صحيح. بس أنت تتكلم على أرقام الرؤية والأرقام الإحصاء؟ أنا أتكلم بشكل عام. نجيها الرقم. طيب. هذا الرقم اليوم الدراسة اللي عملناها، نعم الـ 74 المستهدف 2030 العمر 80، اليوم وصلنا إلى 77. وصلنا 77 من خلال الدراسات اللي بنيناها من خلال المسوحة الإحصائية وأيضا من خلال واقع البيانات من مركز المعلومات الوطني. طبعا يعني خلال الفترات الماضية صراحة بيننا أيضا نحن ووزارة الصحة ومجلس الصحة السعودي في هذا الرقم، طبعا لم ننشر هذا الرقم بالمناسبة، يعني أول مرة نعلن اليوم. نعم اليوم لم ننشر هذا الرقم، لكن ما زلنا مع منظمة الصحة العالمية على هذا الرقم بالمنهجية، نوضح المنهجية اللي اعتبرناها في قياس هذا الرقم أنها منهجية متعارف عليها دوليا. وبعدها سنعلن عن هذا الرقم. اليوم لم نعلن عن هذا الرقم صراحة، بس لحقيقة تفاجأتني، لكن يقول لم نعلن عن هذا الرقم حتى الآن. لكن الرقم أنه نحن الآن 77 عمر وصلنا المتوسط. إلى 77 أعتقد 77 يعني فاصلة أربعة، يعني قطعنا شوط كبير. طيب. طبعا أنا بس أوضح أن نقطة مثلا مهمة، يعني أحيانا في التعامل مع بناء هذه الأرقام خلال الفترات الماضية، نقول قبل 3 سنوات يعني كان فيه خلينا نقول في فجوة ما بين المسوح وبين السجلات الإدارية. اليوم لما حسننا لما طورنا المنهجية وقياس هذا الرقم بالاستناد على المسوح وأيضا على بيانات من مركز المعلومات الوطني، حسننا من الرقم الفعلي الواقعي اللي يقيس متوسط العمر السعوديين. يعني احنا ابيك اخذ وعد منك، احنا ما نبغى نكثر الحكي، احنا نبغى ندخل في الارقام بعد، خلي الحكي بالاخير. زياده الطاقه الاستيعابيه لاستقبال ضيوف الرحمن، المفروض نوصل احنا ل 30 مليون معتمر. اليوم كم طاقتنا الاستيعابيه؟
اليوم أعتقد وصلنا إلى الحقيقة ما عندي الرقم، لكن أعتقد وصلنا إلى حدود 18 مليون. تعرف المعتمر فيه الكثير من الخدمات اللي قاعدة تقدم للمعتمرين، ففي زيادة مضطردة. اليوم وصلنا تقريبا إلى ما يقارب إلى 18 مليون معتمر. طيب القطاع، القطاع الخاص المنشآت المتوسطة والصغيرة المفروض يرتفع من 20% من الناتج القومي إلى 35. إحنا الحين كم وصلنا؟ طبعا كانت 20% ل 2016، المستهدف 35% في 2030. اليوم وصلنا، طبعا هذا المسح اللي أعلننا عنه يبدو لي اليوم أو أمس، وصلنا 28.5% نعم. طبعا قياس الرقم في له يعني خلينا نقول منهجية إحصائية، لكن اليوم وصلنا 28. وصلنا إلى، خلينا نأخذ الأرقام المنهجيات بعد شوي نسألك عنها. طيب خلينا ندخل في الأرقام الصعبة. أنا بدخل في أرقام الإسكان. من الواضح إنه أرقام وزارة الإسكان تتقدم، لكن إحنا نحتاج إنه نناقش هذه الأرقام ونفهمها. عطني أرقام الإسكان اللي عندك وخلينا نحاول نفهمها على يعني شوي شوي. طبعا خلينا نقول إذا حنا نتكلم عن الإسكان، الهيئة العامة للإحصاء لما نفذت المسح إحصاءات المساكن نتكلم عن زيارة للمسكن ونشوف صفة هذا المسكن وعلاقتها بساكنيه، فنتكلم عن المسكن وليس نسبة التملك، فعلاقة المسكن مع ساكنيه إما يكون مملوك أو أنه مستأجر ومقدم من صاحب عمل أو أخرى، يعني أخرى ممكن يكون في أي خيار أخر مأخذ بتمويل ولا كذا، فإن العلاقة مع صفة الصفة لا تشمل، لا تعني تملك الأسرة للمسكن. قد يكون الشخص مستأجر، وهذا تصير، قد يكون واحد مثلا مستأجر منطقة الرياض جاي لفترة عمل لفترة مثلا معينة، لكنه قد يكون يملك في مكان آخر. فالمسح اللي لدينا يتكلم عن صفة المسكن مع ساكني وليس في تملك المساكن. طيب هذه مي بواضحة مرة، لا خليني أقول لكم واضحة. أبجيك له، خلينا نأخذ على الأرقام وبعدين نوصل لهذه. أنت عندنا رقمين الحين، عندنا 62%، احنا كنا 60% بعدين ارتفعنا ل 62%. صحيح. في نفس الوقت عندي رقم ثاني، احنا كنا 51% بعدين ارتفعنا ل 53%. صحيح. وش الرقم ده وش الرقم طيب. ده 62% اللي كان يتكلم عن المساكن، صفة المساكن المملوكة بشكل عام بغض النظر عن نوع مواد البناء، لكن اذا يعني الشعبي ما شعبي طين يشمل كل شيء، يشمل كل شيء. اذا قلنا لا، ان خلونا حتى في النشرة اللي نشرناها قلنا لو نستبعدنا اللي هو المساكن الشعبية والطين ولا كذا، راح تكون النسبة 53.31%، فالزيادة كانت في الثنتين سواء إذا استبعدنا الفئة هذه. هذا مسلح يعني؟ إيه نعم، هذا المسلح بالضبط. يعني المسلح ارتفع من 51% ارتفع إلى 53.51%. نعم. طيب 31 نعم. سؤالي اللي في الرؤية المستهدف كم اللي هو 70%؟ إيه؟ على أي الرقمين؟ الرؤية يتكلم عن تملك المساكن، يعني بمعنى أن اليوم هذا المؤشر اللي بنيناه يتكلم عن صفة المسكن نفسه. في مؤشر آخر نعمل عليه وراح ننشره خلال السنة القادمة، هذا يتكلم عن تملك المساكن، يعني بمعنى قد يكون شخص يملك مسكن في الرياض ويملك مسكن أيضا في مكان آخر، هو هذا يملك متملك مسكن. قد يكون واحد في الرياض ومستأجر لكن في الأخير في منطقته بعد التقاعد أنه يملك مسكن في مكان آخر. اليوم مؤشراتنا اليوم صفة المساكن لا تقيس من يملك مسكن آخر في غير المكان اللي زرناه، لكن في مؤشرات القادمة سواء في التعداد اللي 2020 أو في مسح سيكون هنا سنحصر، سنتأكد بالضبط. خلنا نفهم على واحدة واحدة. الحين عندنا في مستهدفات في الرؤية، صحيح، يقول لك المفروض أوصل الظهر 70%، المفروض في 2020 أوصل 60%، صحيح ولا لا؟ إيه؟ هذا أي واحد اللي حنا وصلنا له 62% ولا 53؟ 62. ما أعتقد أنه هذا صحيح. لأنه الأمير محمد في المقابلة قال حنا كنا 47 ونبي نوصل، وارتفعنا ل 53 ونبي نوصل 60. إيه هذا شوف، خليني أقول اللي في الرؤية رقم يتحدث عن نسبة من يملكون مساكن، من يملكون مساكن. المسح اللي عملنا عليه يتكلم عن صفة المسكن نفسه، فقد يكون الشخص انه اليوم
في المسح عندنا مستأجر في المسح، لكنه يملك مسكن في مكان آخر، هذا لم يحسب من نسبة النسبة اللي تدخل في الرؤية. طيب كيف نعالج هذا الموضوع؟ لدينا مسح الآن آخر اللي بنشتغل عليه المؤشرات الجديدة، اللي نقيس تملك الأسر للمساكن، وهذا اللي موجود في الرؤية هو اللي يعني دكتور. أنت الحين ما تتكلم عن الفرد، تتكلم عن الأسرة. كالأسرة نعم أتكلم عن الأسرة يعني نعم. الحين إيه، لأنه الناس لما يسمعون 60% يظنون أنه 6 من كل 10 سعوديين عندهم بيت يملكون بيت. لا نتكلم عن الأسرة، نتكلم عن الأسرة ولا نتكلم عن الأفراد. يعني هذه ما تقيس الأفراد. لا هذا المسح يتكلم عن الأسرة، إحصاءات المساكن نتكلم عن الأسرة ولا نتكلم عن أفراد. طيب لما نقول المشغولة بأسر سعودية، شو الفرق بين المشغولة والمملوكة؟ إيه اللي يقول هو مشغول، هذا يعني مشغول بأسرة سعودية، إن نقول سعودي ما لي علاقة في الشخص الغير سعودي، إن التملك وبرامج الإسكان تتكلم عن السعودي ما تتكلم عن غير السعودي. فأنا أخذ نقول لما أسوي زيارة فأشوف سعودي غير سعودي، فلما تكون مثلا سعودي معناها أنه بيدخل عندي فبقيس النسبة وتفاصيلها، بأدخل في تفاصيل الغير سعودي لا. فنقول لما زرنا المساكن أول ما أشوف أنه مثلا سعودي خلاص يصنف وتدخل عليه في تحليل. فنقول مشغولة بسعوديين، لما تكون مشغول بسعوديين أبدأ أصنف مشغول بالسعودي، هذا مشغول بالسعودي. طيب وش الصفة الثانية؟ هل هو مملوك مستأجر مقدم من صاحب العمل؟ فنشتغل عليها، فعشان كذا بنينا هذا العمل الإحصائي عشان نقيس صفة المساكن. وبالتالي الآن ارتفعت نسبة تملك المساكن، صفة المساكن المملوكة. صفة المساكن وليس تملك المساكن، صفة المساكن المملوكة. اي نعم، صفة المساكن. يعني المسح ذا للمساكن ما هو للأفراد. لا صفة للمساكن وليس للأفراد. لكن خليني بعطيك كمثال، لو جينا وقلنا مثلا ان البيت اللي البيت تزرنا البيت واللي ماسكه اللي مالكه مثلا عبد الله مديفر، بس ساكن معه، ساكن والده معه او والدته مع بيت العائله خلاص. هو اهم شيء ان يكون احد من الاسره يملك البيت، الاهم انه لا يدفع اجار. يعني الكلام عن الاسره، نتكلم عن الاسره، انا اتكلم عن الاسره ولا نتكلم عن تملك الافراد. طبعا لما بنينا المسح اخوي عبد الله، أنا دائماً لما تبني المسوح الإحصائية والعمل الإحصائي لازم تأخذ طبيعة المجتمع نفسه، أن طبيعتنا يعني نتكلم عن أسر تسكن في بيوت يعني متوسط الأسر، ومساكنها تختلف عن النموذج التملك والمسكن مثلاً في أمريكا ولا أي مكان آخر. فبنيناه بهذه الطريقة عشان نتأكد أن يكون صفة المسكن وليس له علاقة ب من يملكون مساكن. في رقمين هو يقول لك انه في زياده بلغت 90,829، وفي زياده ثانيه يقول لك 79,094. الحين وين الزياده بعدد المساكن، الرقم الاول والرقم الثاني؟ هناك مكتوب مسكن وهنا مكتوب مستفيد. طيب 90,000 مسكن، طيب وهنا 79,000 مستفيد. الجزء الاول احنا نتكلم عن المسوح، نتكلم الجزء الاول عن المسوح، نقول من خلال سنه منتصف 2018 إلى 2019 كان في زيادة 90,000 مسكن اللي مشغولة بسعوديين، المشغولة بسعوديين أيه. يعني كأن في أسر ظهرت جديدة، يعني واحد كان ساكن مع والده وتزوج وطلع وسكن، فهنا التوسع في قضية المساكن مشغولة بسعوديين زادت 90,000. فمعناها أن الزيادة في نسبة التغير، ترى في زيادة في الأسر السعودية 2.53. طيب معناها في عندنا نسبة نمو. الرقم الآخر اللي يتكلم عن 79، هذا يتكلم عن برنامج سكني، هذه بيانات من وزارة الإسكان تتكلم خلال سنة كم عدد المستفيدين من العقود. عقود مش سكن، مش ضرورة عقود سكن. إيه عقود بحسب التعريف الموجود في لدى وزارة الإسكان. فإن دائما نقول فيه مسوح وزيارات الأسر وتعرف خصائصها وتربطها بما تم من بيانات من واقع سجلات وزارة الإسكان. يعني يعتبر مؤشر جيد، وأن البيوت المستأجرة انخفضت من 35.49 إلى 37. عشان كده تعطي الزيادة أخوي عبد الله، لما تعطي نقول ترى في زيادة في الأسر، يعني نقول في زيادة في الأسر وفي زيادة في التملك. بس إحنا ليش يصير عندنا الرقمين؟ ليش إحنا نستخدم اللي هو المنازل اللي هي شعبية وكذا؟ ليش ما نصير على المسلح؟ ليش ما نعتبر 53 وخلاص؟ سؤال مهم. طبعاً هذه نقطة مهمة. إحنا في الهيئة العامة للإحصاء في قضية النشر، وجتنا ملاحظات أول ما بدأنا في قضية النشر، كان يقول البعض يقول أنت بس تنشرون النشرة هو 30 صفحة 40 صفحة سهلوها لنا يا جماعة. فاتخذنا إجراء أن قلنا خلنا نختصر هذا المسح، خلنا نقول لك في انفوغرافيك ونبدأ
ننشره، لكن تفاصيل هذه النسب بالمناطق الإدارية بطبيعة رب الأسرة تفاصيل كثيرة موجودة في النشرة اللي منشورة على موقع أنا قريت النشرة دي. لفت نظري رقم أنه المنازل الشعبية في مكة المكرمة وفي جيزان مرتفعة جدا، يعني مكة المكرمة يعني 183,876 مسكن، في جيزان أكثر 100,000، 103,649 مسكن. ليه المنطقتين دول، ليه المنازل الشعبية مرتفعة بهذا الرقم؟ طبعا شباب أقول أن الهيئة نصنع الرقم، قضية الرقم وبرراته وتفسيراته وسياساته وكذا، أحيانا يعني من يستفيد من هذه الأرقام، نقصد منظومة الإسكان، يمكن يستطيعون أن يعرفوا أدق التفاصيل. لكن من معرفتي يعني بالبيئة نعرف أن مثلا منطقة مكة فيه الكثير من العشوائيات والكثير من المناطق اللي فيها عشوائيات كثيرة، اللي قد تكون هذا إحدى يعني إحدى المبررات. الهيئة تصنع رقم إحصائي، أنتم مصنع للرقم، بس نصنع للرقم تفسيرات الرقم وماذا يعني وتدخل في العمق ولماذا وكيف. هذه الموضوعات الأخرى اللي يعني متأكد أن أي منظومة وزارة الإسكان عندهم أدق التفاصيل لها الإجابة. أيضا اليوم أنتم طلعتوا الرقم القياسي لأسعار العقارات في نشرة، تفاصيلها يمكن تطول، لكن أنا بأخذ الزبدة. أسعار العقار في السعودية مرتفعة ولا نازلة، أو في ارتفاع ولا في نزول؟ المؤشرات اللي طبعا نشرنا اليوم أسعار العقارات، نتكلم عن في سكني وأيضا التجاري وأيضا الزراعي. المؤشرات تقول أن، بس خليني أرجع الأرقام لأن ما أحاول أتذكر أدق التفاصيل، لكن الأرقام أنها تقول أن في انخفاض في السكني وأيضا انخفاض في التجاري، بس طبعا ليس تذاكر الانخفاضات الكبيرة جدا، لكن في كم نسبة انخفاض؟ تبي نعطيك إياها نسبة انخفاض؟ هذه النشرة كاملة طبعاً، هذا طبعا نص الانخفاض تقريبا كان طبعا كان انخفاض، ان قارنا الانخفاض ما بين الربع وربع، كان انخفاض في سنة تقريبا للسكني 3.5 في مدة سنة، للتجاري كان 1.2، وللزراعي كان 4 من 10. يعني على سنة الأساس، وش هي سنة الأساس حقتكم؟ سنة الأساس نأخذها من 2017. إيه، بس طبعا نقيس التغير كل ربع وأيضا كل سنة، فتقيس لك طبعا هي بشكل عام. أنت شايف العقار، يعني أنت على كلامك أنه العقار في نزول. نعم في انخفاض، والناس طبعا تهتمها بالسكني أنه في انخفاض خلال سنة نسبة من ذا تقريبا 3.5%. طبعا يجي البعض ممكن يقول لك لا مو صحيح. طبعا لما نتكلم عن هذه النشرة فيها شمولية تغطي كل مناطق المملكة. انت تتكلم عن متوسط؟ نعم نتكلم عن هذا المتوسط، لكن لو ندخل في العمق في النشرة قد تشوف شيء زايد شيء ناقص، لكن هنا نتكلم عن المتوسط العام في العقارات في المملكة. طيب بعد الإسكان بيجينا السؤال الصعب الصراحة، اللي هو البطالة. يعني البطالة هو هم مؤرق للقيادة، للجهات المعنية وخاصة وزارة العمل، للمجتمع بشكل عام، للقيادات، لرجالات المجتمع، للشباب. معدلات البطالة، أرقام اللي عندك، وش تقول؟ طبعا خلينا نقول رؤية المملكة تضمنت أيضا بعض المؤشرات المتعلقة بالبطالة بين السعوديين، أتكلم البطالة بين السعوديين وليس البطالة الإجمالي اللي يحكم على اقتصاد المملكة بالبطالة الإجمالي، وأيضا معدل مشاركة المرأة في سوق العمل. البطالة المستهدف لعشرين ثلاثين 7% للسعوديين، اليوم وصلنا إلى 12.3 تقريبا على السعوديين. احنا نتكلم على أي ربع؟ نتكلم عن الربع الثاني الأخير، الربع الثاني 2019 وصلنا 12.3. طيب لو ندخل في العمق شوي نفصلها بالجنس ذكر وإناث، نجد أن البطالة بين الذكور 6%، يعني المتوسط العالمي مقارنة بمجموع الدول 20، البطالة بين السيدات 31. قبل الآن في المتوسط العالمي بالجي 20 كم؟ طبعا المتوسط العالمي عشان أوضح أخي عبد الله، أن دائما المؤشرات الدولية ما ينظرون للتفاصيل سعودي غير سعودي، أنها تتعلق بالبطالة 5.6، هذا اللي تكلم عن مقارنة وضع البطالة في المملكة اقتصاديا مع كل الدول 5.6، حنا تقريبا أعلى
يعني أقل من المتوسط العالمي ترى مقارنة مجموعة الدول 20. إذا إحنا نتكلم عن البطالة لا أنا أتكلم عن البطالة الإجمالي السعودية غير السعوديين. لا أنا غير السعوديين يعني ما بس نقول مقارنة كاقتصاد أنا أتكلم كاقتصاد. بس لما نتكلم الرؤية لا تضمنت البطالة بين السعوديين وهذا اللي يهمنا الهاجز البطالة بين السعوديين 12.3 إذا تكلم عن الذكور 6% والبنات الإناث 31.1% يعني اللي رافع الرقم البنات. نعم التحدي أرقام البطالة من طبعا أنا كنت في وزارة العمل من سنين البطالة هي بطالة الإناث. التحدي الكبير اللي يواجه سوق العمل هي البطالة بين الإناث كانت الحقيقة في فترات يعني لم تنزل عن 28%. بس كويس انت الحين يعني الرقم كان في ارتفاع متصاعد وصل 12.9 وبعدين الان قاعد ينزل. نعم في تناقص. طبعا في جهود بذلت خلال الفترات الماضيه بما يتعلق بقضيه التوظيف. طبعا لما ننشر البطاله انه في كنا تقريبا قبل خلينا نقول قبل سنتين كنا ننشر فقط البطاله ومؤشرات فقط بسيطه تحكي سوق العمل. لكن لان سوق العمل من الأمور والإسكان الأمور اللي دائما محط الأنظار الرؤية هم يعني للجميع وسعنا من هذه المؤشرات. اليوم لا نتكلم فقط عن البطالة حد ذاتها اليوم في النشرة نتكلم عن المشتغلين بتفاصيلهم نتكلم هي كلمة حتى المشتغلين. عن التأشيرات. سؤال مشتغلين ماذا تشمل وماذا لا تشمل؟ نسمع المشتغلين بس ما نعرف شو طبعا كنا في السابق قبل فترة كنا نقدر عدد المشتغلين من واقع المسح لما كان في صراحة تشارك ما بينه وبين منظومة العمل كنا من مسوح بغض النظر عن السجلات الإدارية. لكن لما طورنا الأعمال الإحصائية كنا نطلع نشرة لا نقول في مسوح وأيضا بيانات من واقع سجلات الأجهزة الحكومية فلم نصبح نقدر عدد المشتغلين من مسح القوى العاملة طالما لدينا اليوم مصدر من واقع السجلات. يعني إيش يشمل؟ اليوم نصدر بيانات العلاقة بالعاملين في القطاع الحكومي والخدمة المدنية طيب وأيضا التأمينات الاجتماعية ولا يشمل القطاعات العسكرية. ليش ما يشمل القطاعات لا يشمل القطاعات العسكرية؟ خلينا نقول أن نتعامل أنت في الأخير ما هو الهدف من هذا الرقم؟ لما تصدر الرقم ما هو الهدف من هذا الرقم؟ الهدف من الرقم لدعم التنمية. الهدف من الرقم أنه توجد يعني حلول لمعالجة البطالة. فهذا الرقم لما تيجي تقول لك ما تدخل مثلا العسكريين ما في ذاك الإضافة اللي ممكن أنك تقول والله عدد العسكريين كذا ولا 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 كذا فما فيها أي إضافة. المؤشر البطالة هي ما فيها يعني أنا ما أبغى تجتهد هي على مستوى العالم العسكريين يدخلون لما يدخلون لا 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 البطالة ليس لها علاقة. شف في مؤشرات اللي أضفناها على مستوى العالم فقط المؤشرات الدولية تعرف معدلات البطالة ليس لهم علاقة في عدد المشتغلين ولا والله إذا مسجل في التأمينات ولا غيره. بس بالنسبة لنا في الهيئة العامة للإحصاء أضفنا من هذه المؤشرات لنعكس صورة واقعية أكثر عن سوق العمل. المؤشرات الدولية تعرف معدلات ليس لهم علاقة بتقدير القوى العاملة وليس لهم علاقة بالتصانيف اللي إحنا نصدرها اليوم الهيئة العامة للإحصاء إن نطلع ذكور إناث نطلع بالسعودي غير سعودي. حتى دخلنا في معدلات البطالة بالمناطق الإدارية في الجوف وفي عرعر وفي الرياض بالتصانيف هذه كلها. المؤشرات الدولية تتكلم عن رقم واحد اللي هو 5.6 فقط رقم واحد. طيب 5.6 الآن البطالة في شيء يعني في خلاف دائم يصير بينك وبين الاقتصاديين يقول لا يا أخي أرقامكم دي مضروبة أرقام دي ما أنت فيها مشكلة ولذلك يطلع واحد يقول لك والله نسبة البطالة عندنا 34% ويجيك واحد يقول لك لا يا أخي ترى البطالة عندنا 5% 5.8% وتيجي أنت تقول 12. طيب وفي ناس يقول لك يا اخي عيالنا بالبيوت جالسين ما يشتغلون يعني يقيس على الدائره القريبه منه. وين المعيار الدولي؟ مع مين المعيار الدولي؟ انا كيف اعرف انه فعلا انا ماشي صح؟ كيف اقيس البطاله صح عندك ولا عند الناس هذول؟ هي 34 ولا 12 ولا 8 ولا 5؟ طيب خليني اوضح نقطه مهمه. تنظيم الهيئه العامه للاحسن المصدر ان الماده الرابعه ان الهيئه تنفذ احصاءاتها وفق المعايير الدوليه. ففي عندنا اطار معين نتعامل مع المعيار الدولي. اليوم إذا نصدر إحصاءات فيه معايير دولية مقررة من الشعب الإحصائي في الأمم المتحدة للتسعة مراحل كيف تجهز للعمل الإحصائي كيف تجمع المعلومة كيف تنشرها كيف تقيمها فيه تفاصيل كثير مرتبطة فيها. المملكة كجهاز إحصائي رسمي لازم أن نلتزم بهذه المعايير. جانب آخر وهذا يستخدمونه للمقارنة الدولية في بعض المؤشرات الدولية اللي لابد
أن يتم الالتزام بمنهجية متعارف عليها دوليا. اليوم معدل البطالة في منهجية مقررة منظمة العمل الدولية الجميع لازم يلتزم فيها، ففي منهجية متعارف عليها. الناتج المحلي لا نستطيع أن نقوم بحساب الناتج المحلي دون الالتزام بالمنهجية لصندوق النقد يعني الدولي. أنت ماشي ففي أنت ماشي ضد المعايير الأساسية الدولية. تأتي الانطباعات الأخرى، الجانب الأكاديمي، حتى الإحصائي الأكاديمي الممارس لديه بعض النظريات والكذا، لكن لا نستطيع، هذا إحصاء رسمي، هذا رقم رسمي، ليس دراسة وليس بحث. ففي منهجية لابد أن نتعامل معها. المملكة جزء من المنظومة العالمية، لازم أن تلتزم بهذه المعايير. كل المؤشرات، شو الفرق بين الحين الباحث عن العمل والعاطل عن العمل؟ أنا خليني برجع لك للنقطة اللي قالوا 34%. الـ34% في الصحف يجيك اقتصادي يقول أنا أرى أن كل باحث عن العمل هو متعطل، فيحسب كل الباحثين تقسيم قوة العمل، يقول أنا هذا تعريفي. نعم هذا تعريف قد اقتصادي، لكن ليس هذا هو التعريف الدولي المتعارف عليه ممكن نعتبره. هي دراسة بالنسبة لنا، لكن بالنسبة لنا لا يمكن التزام فيه. هذا يعني هذه النقطة لا سيف في التزامات دولية نتعامل فيها. لا يعني في شيء أنا قاعد أقرأ، يعني خذني على قد عقلي. لا محشوم. وأنا أقرأ في شيء ما فهمته. الحين الربع اللي راح كم؟ 12 فاصلة كم؟ 5. 5 هي. اللي هو الربع الأول من 2019. صحيح. انخفض إلى 12.3 ولا لا؟ يعني إحنا الحين صارت البطالة أقل، أنا فاهم صح كذا؟ صح. طيب العدد الباحثين عن عمل في 2000 في الربع الأول 945,323، فهم 945,000 هذول اللي باحثين عن عمل. الرقم ذا أنت تقول البطالة قلت، صارت بدل 12.5 صارت 12.3. لما أشوف عدد الباحثين عن عمل طلعوا فوق المليون، 1,000,855. صحيح. طيب الحين اللي باحثين عن عمل زادوا وأنت تقول لي إن البطالة انقصت، لا أنا كذا ما أفهم. صح. خليني أقول المجتمعين مختلفين. المتعطلين نتقول يعني هذه من بيانات من مسوح أسرية فيها زيارات. الباحثين عن العمل وفق السجلات الإدارية الموجودة في وزارة الخدمة المدنية وأيضا في صندوق الموارد البشرية. هذا جانب. الجانب الثاني، ليس كل باحث عن عمل متعطل، ليس كل باحث عن العمل متعطل. طيب السؤال كيف؟ المتعطل وفق المعايير الدولية لازم تنطبق عليه 3 شروط. أول واحد غير مشتغل. شلون غير مشتغل؟ غير مشتغل ما يشتغل. إيه لازم 3 شروط تنطبق عليه. اثنين إنه لابد أن يكون جاد. طيب كيف تقيس الجدية؟ في آليات، يعني هل بحث عن أسلوب أحد الأساليب العمل، هل صار كذا، هل في مجموعة من الأسئلة اللي هو يبدو فيها. هذا اثنين. الثالث لابد أن يكون متاح في حال وجود العمل، يعني بمعنى لو عرضت عليها وظيفة هل أنت متاح خلال الأسبوعين القادمة، نعم ولا لا. فلابد تتحقق 3 شروط. أبعطيك كمثال، لو أحد جاء وقال والله إنه هو غير مشتغل فعلا وراح قدم على الخدمة المدنية وحاول في الإنترنت، جته فرصة وظيفية قال والله أنا ما أقدر أنضم إلا بعد 2 شهر، هذا تنطبق عليه شروط المتعطل وفق المعايير الدولية. فقضية الحساب يعني حسبة عرب يعني الحين أنا يزيد عندي بس خليني أوضح فوق 50,000. بس خليني أوضح يزود بالربع بين الربع ده 50,000 يبون باحثين. أنت اللي كاتبهم سعوديين باحثين عن العمل من سجلات الخدمة المدنية وليس الزيارات الأسرية أستاذ عبد الله. هذه من بيانات. بس خليني أقول وش اللي النشرة اليوم ما فيه اليوم أي دولة في أي مجموعة دول 20 دولة اللي تطلع كم كبير من المؤشرات الموجودة في نشرة سوق العمل تطلع المملكة. السبب أن احنا بالنسبة لنا نقول كل ما أعطينا زيادة للشفافية نعطي أكبر قدر ممكن من هذه المؤشرات تساعد كل العملاء الرقم الإحصائي. من هم عملاء المستفيدين من هذه النشرة؟ سواء كانت الأجهزة الحكومية نحكم وين متجهين، أو الكتاب والباحثين اللي يقول والله ليش قلة البطالة بالزاد البحثين عن العمل. فكثير من الأسئلة والاستفسارات يعني حتى في لوز أنا عجزت أفهمه، يعني التأمينات هذا مصدر من السجلات ولا لا؟ صحيح. حين لما يصير التأمينات تنقص أرقام المشتركين، يعني مفروض أنه البطالة رضنا تزيد، كيف تنقص هنا وبرضو تنقص عندك نسبة البطالة؟ طيب
في بعض من يعملون غير مسجلين في التأمينات وغير مسجلين في الخدمة المدنية. أوبر، في أوبر وكريم، هذا يمكن قد ما يكون مسجل بس لكنه في الأخير أجر، له أجر. الأسر المنتجة يأخذ أجر، هو غير مسجل في التأمينات ولا مسجل في الخدمة المدنية. تشوفهم الآن فود تراك، هذا فكرة العمل إن في أجر قاعد يستلمه، مو بشرط أن يكون مسجل في السجلات الحكومية. فالقضية عشان كذا نقول المنهجية لزيارة الأسر والمسوح اللي ننفذها هي تضيف مؤشرات، والسجلات لدى الأجهزة الحكومية تضيف مؤشرات، وكل واحد ممكن يستفيد منها بطريقة مختلفة. مثلا لو كنت أنا مثلا في منظومة العمل أو التأمينات الاجتماعية ولا غير، هذا يعطيني مؤشر معناها ترى في ناس تشتغل غير مسجلة. لما أشوف بيانات الهيئة العامة للإحصاء وأشوف الباحثين للعمل وأشوف التأمينات، معناها أن في مجموعة تعمل وغير مسجلة رسميا، بس صدرت في طلعت في بياناتنا في المسح أنه يعمل. وهذا الآن موجود، ترى الفترات الماضية أوبر وكريم فود تراك، الأسر المنتجة، العمالة الموسمية، اليوم العمالة الموسمية الآن قاعدين يشتغلون في موسم الرياض ولا كذا. حتى على في أشياء كذا ما يعني تحس أنت أحيانا، يعني بعض الكتاب يقول أنه طبعا إحنا حاولنا نسوي وجهة نظر مع 3 أو 4 من الكتاب، وهذا شيء غريب يعني صادفني. كلهم يقول لك أنا بقول لك اللي عندي بس أنا ما أبغى أسجل. طيب ليش ما تبغى تسجل؟ يقول لك والله يا أخي الدكتور فهد خيفي راعي شكاوي وبلش وبتورط وما أدري إيش. أنت ليش مرعب الناس؟ ليش أنت ما تخلي الناس تحكي؟ لا مو والله هذا اللي صار. لا طبعا لا، خلني أقول وش اللي قاعد يصير. يعني فيه المتعلق بهذا الماس، أنا أقول الانتقاد. يعني جاوب لي أول شيء على الناس، ليش الناس خايفة منك؟ لا أنا ما أدري منهم الأشخاص اللي تكلمتوا عشان أقول لك، بس أنا أقول مو بقضية. لا أنا أقول يمكن صارت يمكن الفترات الماضية، يعني إحدى الكتاب اللي تعدى شوي يعني حد، يعني نقول حد النقد، يعني إلى التشكيك في المصداقية، إلى التشكيك في عمل الهيئة في المهنية. وأيضا هو نفس الكاتب اللي كنا في فترة من الفترات صراحة لكل الملتقيات نوجه له دعوة، سوق العمل النشرة نوجه له دعوة، كل النشرات تصلوا على الإيميل، في ملاحظات تكلم معنا، كل الوسائل للاتصال طرقناها، كل الوسائل. لكن في الأخير يعني انتقل المرحلة من انتقاد إلى تشكيك في الرقم، وكأنك لما تكتب أن أنا صح وأنتم خطأ شوي. يعني احنا هذا نحن الحين نناقش في وضوحات، يعني ليش ما تتسع خطر؟ لا طبيعي. شوف أنا أقول سيد عبد الله أن في الأخير الفترات الماضية لسنا فوق النقد، بالعكس نعتبر كل نقد لنا هي مرآة لتحسين الأداء وتطوير الأداء. احنا اليوم إذا انتقلنا في العمل الإحصائي نقلة قوية من هذه الملاحظات من هذه المرئيات. بس أنا في الأخير كرئيس الهيئة العامة للإحصاء، لما يجي مثلا أحد مثلا يشكك في مهنية الزملاء وبقضية انتقاد تشكيك في كذا وهذا الرقم، من حقهم علي أن أحميهم بالإجراءات. فأنا كنت أقول يعني في الأخير إذا في شيء عندك ما عندنا أي تحدي، نجلس على طاولة نستمع لك، ما عندنا أي مشكلة. مثلا بعطيك كمثال، يعني في إحدى القنوات ومناسبة هو زميل لي يعني صديق لي يعني، فصدر رقم ما فهم تفسيره، فيقول هو على الهواء أنا كاقتصادي لا أجد تفسير لهذا الرقم مقابل هذا الرقم. فرديت عليه أنا صراحة، قلت له إذا أنت اقتصادي ولم تعني التفسير بهذا الرقم وش معناه، ترى وجهنا لك دعوة ولا حضرت. وإذا أنت مثلا لم تعرف مثل التفسير غيرك يعرف، لازم تحل بينهم. يعني هو بالرأي العام أنت مثلا، هو واحد مثلا يقول أنا ما أفهم الخوارزميات حقاتكم، اطلعوا كل وش الخوارزميات ما عندي مشكلة. يعني بالعكس، يعني مو بلازم هي بتدار الغرف المغلقة، يعني قدام الناس والحوار عندنا عادي. يعني عندنا قاعدة بيانات لكل المهتمين بالرقم الإحصائي، نرسل لهم هذه المعلومات. فقط طيب. نقول قضية طيب. ليس النقد وإنما التشكيك في خليني المهنية. مثلا أسألك عن أنتوا في، يعني بعضهم يقول لك في تضارب في الأرقام، لما نيجي للأجانب نشوفهم أنهم يزيدون في الإسكان، لكن لما تيجي تطلع حقة العمل لا نشوفهم أنهم ينقصون. الكلام ده صحيح؟ لا شوف، خلني أعترف بوجود تحدي في بيانات السجلات الإدارية صراحة. يمكن هذا من ضمن البعض اللي ممكن يفسر الأرقام أنها تضارب، لكن أحيانا تصدر بعض الأرقام اللي قضية السناد الزمني. بعطيك مثال، التأمينات الاجتماعية اليوم
كل الشركات تبدا تحدث بيانات موظفيها خلال فتره مثلا معينه، فلو تجي في نهايه شهر ديسمبر بتلقى الارقام موجوده في التامينات الاجتماعيه رقم، بعد شهرين ثلاث شهور تبدا تحدث من خلال صاحب من خلال صاحب العمل. هذه معناها لما نجي احنا نص الرقم نتاكد ان هذا هو التحديث الاخير. في القضيه احيانا قضيه الاسناد الزمني هذا الرقم وتاريخه، يعني متى هذا الرقم يمثل حتى متى. احيانا يطلع رقم بدون بس رقم، طيب متى يمثل متى زيادة على أي مقارنة بكيف. فهم الأرقام وقراءة الأرقام فيها تحدي كبير صراحة. بس أنا أقول أن اليوم من يتعامل مع هذه الأرقام سواء هي العمل الإحصاء أو الجهات الحكومية لدينا تحدي، يفترض أن يكون في تنسيق وترتيب أعلى، لكن هذه كلها ستعالج بفئة الله. البطالة التوطين الوهمي إلى أي حد يؤثر على معدلات أو أرقام البطالة الموجودة؟ لا طبعا ليس العلاقة التوطين الوهمي ليس العلاقة في المؤشرات التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء. نقول أن في الأخير طالما الشخص يستلم أجر فهو يعتبر غير متعطل، بغض النظر طيب وهمي ولا غير، المهم انه يستلم يستلم اجر. يعني عشان هذه مو بحسبتكم يعني؟ لا لا اي عشان كذا نقول ان نصنع رقم بمنهجيه بمنهجيات متعارف عليها ونقدم هدايا. من يعمل في منظومه العمل في التامينات قد يراها بمنظور مختلف عن شخص قيادي في وزاره الخدمه المدنيه، شخص باحث وشخص متخذ قرار، فنقول هي كل واحد ينظرها من زاويه مختلفه. طيب يعني انا باخذ يعني اسئله سريعه، تعطيني بس اشارات سريعه قبل ادخل الرصد. ارقام الصحه والتامين الطبي عندك؟ نعم الصحه التامين الطبي كيف وضعنا فيه الحين؟ طبعا الصحه صحه الاسره من خلال نسبه يعني التغطيه لبرنامج للتامين الصحي في 2018 تقريبا 38.6 38.6 نعم قبل اجمالي اجمالي. طيب السعوديين كم؟ السعوديين حق الرقم غير موجود عندي، لكن بالسعوديين اعتقد انه يكون اقل من كذا، اقل من 38%. 2017 كان 37.1. طيب خلينا طبعا هي لها مبررات، طبعا لها مبررات، لو تلاحظ موظفين الحكومه انه يعني في الجهات الحكوميه ننتظر يعني التامين. وكلمنا وزير الصحه ووعدنا انه خلال 4-5 سنين ان شاء الله تدخل، الحين راحت سنه منها. كم متوسط الدخل الشهري للاسره السعوديه والفرد السعودي، وفي المقابل كم متوسط الانفاق الشهري للأسرة السعودية وللفرد السعودي؟ طيب سريعا الله يخليك. طب الدخل المسألة مسح لدخل انفاق الأسرة، هذا مسح يمكن تقريبا يمتد إلى 5/4، ندخل في أدق التفاصيل مع الأسرة. متوسط الدخل الشهري للأسرة 11,984 هذه السعودية، نتكلم عن الأسرة بشكل عام. لا انا اتكلم خلينا نركز على السعوديه. السعوديه 14823 14823 الاسره، لا اتكلم عن الفرد، اتكلم عن الاسره. كم والفرد؟ طيب اذا احنا نتكلم عن الفرد ااا 7940 7000 للفرد، 7940 هذا هذا الدخل. نعم. طيب على الـ 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 الانفاق. طيب الانفاق في نوعين من الانفاق، بس انا اوضح وهذا كان محط يعني بعض الاقتصادي بعض المحللين يعني صار عندهم لبس، في الانفاق العام وفي الانفاق الاستهلاكي. الانفاق الاستهلاكي نتكلم عن الانفاق الشهري، يعني نتكلم عن المواد الغذائيه و الانفاق العام. الانفاق العام يدخل فيه خلينا نقول كل اصول بيت سياره تفاصيل، التفاصيل تدخل في الانفاق العام. الانفاق الاستهلاكي تقريبا كان الأسرة السعودية 14,584، يتكلم مقارنة يعني لاحظ أنه يعني أقل بسيط جدا من الدخل. طيب إذا دخلنا هذه كم تطلع؟ إذا دخلنا الأصول من الأصول؟ الأصول الأسرة السعودية 16,125 16,000. عشان كذا البعض يجي تسأل يقول كيف الانفاق اعلى من الدخل؟ طيب شلون؟ انا هذا نفس السؤال. عشان كذا الدخل يعني خليني اقول لك دخل فيها مثل الاصول قد يكون نفرض واحد عنده بيت بقيمه مليون وعنده سياره ب 100,000. فهذه تدخلها مع الدخله اللي هو الشهري وتقسمها على 12. تقسمها على 12 ترتفع، مثلا واحد عنده تمويل، عنده قرض، عنده بس اسهم. بس حتى الاستهلاك انت تقول 14,800 وشوي. استهلاكي نعم. اقل من الدخل. اي انت تقول 14,584. نعم.
وهذاك 14823 يعني الفرق ما في فرق يعني احنا نحن شعب لنا الدخل. يعني هذا يعطيك مؤشر يعني شوي في قضية كيف كيف نستهلك احنا كيف نستهلك وكيف نتعامل مع الاستهلاك. وحتى لو دخلنا في العمق اخوي عبد الله لو دخلنا في العمق طيب وش النسب الانفاق يعني ننفق على ماذا؟ على الاتصالات، على السكن، على المياه، على الترفيه، على دخلنا في العمق هذا كله. يعني وش الفكره منها؟ الفكره عشان تبني مؤشرات اخرى تحكي واقع الاسره السعوديه لازم تعرف التفاصيل، دخلها من وين وكيف تنفقها وانفاقها على اي سلع. هذه تحكي يعني تحكي واقع عن الوضع وايضا تساعدنا في لا واضح اننا احنا شعب ما ندخر على هالرقم صحيح واننا احنا شعب استهلاك ايه. طيب لكن هذه الارقام عشان كذا نقول من اهم المشاريع الاحصائيه بعد التعداد هو مسح انفاق ودخل الاسره لانه يحكي الواقع الاجتماعي والاقتصادي للاسره وكيف تبدا تنفق لكل المشاريع سواء كان بما يتعلق بالأسعار سواء ما يتكلم عن الادخار السكن العمل تتعلق بهذا المسح. طبعا من أهم الدراسات اللي سوت ضجة وحتى اليوم يتحدثون عنها الناس الدراسة اللي سوتها مؤسسة الملك خالد الخيرية وتكلموا فيها عن خط الكفاية وخط الفقر. أول شيء أنا ما أفهم شو الفرق بين خط الكفاية وخط الفقر، وهل عندك أرقام لكم خط الكفاية في السعودية وخط الفقر إذا كانوا رقمين مختلفين؟ طبعا خلينا نقول اللي مؤسسة الملكة خالد الخيرية يعني الباحث اللي خلينا نقول هو باحث من المؤسسة يعني لا المؤسسة تبنت الموضوع نعم بس هو باحث يعني مجموعة من الباحثين باستقطابهم من خلال المؤسسة وهي أخذوا بيانات مسح انفاق ودخل الأسرة ليس هذا المسح اللي كان في 2013 طيب وبحسبة مثلا معينة حطوا وقالوا ترى خط الكفاية كذا. طيب وش خط الكفاية؟ خط الكفاية يجي وأخذ اللي هو مجرد نفس المعايير اللي اشتغلت عليها العمل الإحصاء وقال والله هذا متوسط بدل ما يأخذ تعرف متوسط الإنفاق الدخل سواء كان للمسكن لقضية الأقمشة والملابس التأثيث وأخذ مثلا المتوسط العادي وقال والله ترى أنا للأسرة اللي متوسط أفرادها 5 ترى هذا هو الرقم هذا خط الكفاية كان 8000 فالكل نعم فكل واحد خط الكفاية كل واحد يبدأ يعرفه اتركنا بالطريقة هذه. أنتم كم خط الكفاية للأسرة السعودية؟ ما حسبنا خط الكفاية. طيب ليش ما تحسبونه؟ ما حسبنا خط الكفاية. أنا خلني أقول خط الكفاية فيه بعض الجهات الحكومية اللي لها علاقة ببرامج الحماية الاجتماعية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قطاع التنمية الاجتماعية أيضا وزارة الاقتصاد والتخطيط اللي تخطط للجوانب متعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية وخط الكفاية. إيه هي هم علشان يخططون أنتم لازم تعطيهم رقم. الأرقام إيه؟ يتم حسابها من خلال ارقام الهيئه العامه للاحصاء عشان كذا اقول صنعنا الرقم بالتفاصيل وتبدا مثلا مؤسسه الملك خالد وكل الجمعيات ممكن ياخذ هذا الرقم يستفيد منه بطريقه مثلا معينه المعنيين ببرامج الحمايه الاجتماعيه وصنع السياسات في وزاره العمل التنميه الاجتماعيه وايضا وزاره الاقتصاد والتخطيط لديهم ادق التفاصيل بهذه الحين سياسه المملكه في التعامل مع الارقام هي سياسه الافصاح صحيح انه انا إيه عندي رقم اقوله أنا شفاف وأقول الأرقام حقتي. أنت الحين تشعرني بهذا الجواب إنه لا ما عندي خط الكفاية. لا 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 خط الكفاية ما خط الكفاية وخط الفقر لما قلت لك قلت لي أرقام تأخذها وزارة إذا في مشكلة إنه هذا الرقم في مشكلة إنه يعلن قل لي لا لا لا, لا لا ما في أي إشكالية. الرقم خليني أقول لك هذا خط الكفاية له طريقة في حسابه بناء على البرامج اللي تضع في الحماية الاجتماعية. احنا لسنا معنيين بالاستراتيجية. هو يعطيك ما حسبنا خط الكفاية. ما حسبت. لا 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 ما عنده خط الكفاية. لا لا. طيب هو الآن يختلف خط الكفاية عن خط الفقر؟ أوه يختلف تماما. شو الفرق بينه؟ ايه. خط الكفاية مثل ما قلت لك خط الكفاية يجي مثلا تجيك جهة معنية تقول لك والله أنا خط الكفاية أبى أشوف والله أبى أخذ المتوسط الأسر ترى 5 ولا 6 ولا 3 ولا 4 تبدأ يحطون ضوابط ويستفيدون مسحنا. خط الفقر مختلف تماما. خط الفقر في خط الفقر الدولي والفقر خط الفقر الدولي اللي حدد طبعا يسمونها الفقر المدقع هذا اللي يمكن في اليوم الواحد دخل الأسرة دولارين. احنا بالنسبة للمملكة صفر ما يمكن اصلا برامج حماية اجتماعية والضمان الاجتماعي لا توجد فيها لا يمكن ان تجد اصلا موجودين اشخاص بهذا هذا الخط أصلاً مو موجود عندنا لا مو موجود لانه صفر. في مؤشر اخر اللي يسمى مؤشر الفقر الوطني. مؤشر الفقر الوطني
وهذه موجودة أصلا في مؤشرات التنمية المستدامة، كل دولة تبني مؤشرات الفقر الوطني، كل دولة تبدأ تبني لها المؤشرات التي تناسبها، لأن مستوى الدخل والإنفاق وتفاصيلها كل دولة تختلف عن أي دولة أخرى. عملنا مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأيضا على مع وزارة الاقتصاد والتخطيط على وضع المنهجية التي تناسبنا وضعنا في المملكة، وأقرت هذه المنهجية من مجلس الوزراء دي كيف نحسب خط الفقر. على هالأساس نفذنا مسح دخل إنفاق الأسرة اللي أنجزناه في 2018، أدق التفاصيل حساب خط الفقر وما هو خط الفقر وتفاصيله وكذا، الآن يعني لدى يعني وزارة الاقتصاد والتخطيط تشرف عليه، وأيضا وزارة العمل. يعني أنت عطيتهم البيانات وبس ما طلعت المنهج، تشاركنا في المنهجية حسبنا البيانات الأساسية لحساب خط الفقر الفقر الوطني، وبعدها الآن نطلع في الحسبة. من اللي يعطيني إياه الرقم ده؟ وزارة الاقتصاد والتخطيط. يفترض وزارة الاقتصاد والتخطيط. طيب. طبعا هي من ضمن مؤشرات التنمية المستدامة بالمناسبة. السؤال الأخير قبل أطلع لك للأخبار اللي رصدناها، الفساد. شلون؟ الفساد. تعرف إنه إحنا سوينا شيء ما صار في العالم، يعني في قضية ثورة في محاربة الفساد على طريقة مختلفة. حرب الفساد واضح إنها مستمرة، يعني هي ما هي قضية مثلا الريتس وانتهت أو كبار التجار وانتهت. هل من واقع إحصائي هل يمكن قياس الفساد؟ وهل إذا كان الجواب نعم، هل أنتم عندكم القدرة على هذا القياس؟ هل عندكم أرقام لهذا الرقم؟ طبعا خلينا نقول إذا حنا نتكلم عن مصادر الإحصاءات، هي ثلاثة مصادر. مصدر أول المسوح الإحصائية اللي تنفذها العمل الإحصاء. المصدر الثاني من السجلات اللي تملكها الأجهزة الحكومية. المصدر الثالث البيانات الضخمة، وهذا الآن الهيئة الجديدة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ستولى دور البيانات. الفساد تتعلق بالبيانات السجلية اللي تملكها الأجهزة الحكومية في المملكة المعنية بالفساد. ولما تتكلم أيضا من ضمن مؤشرات التنمية المستدامة أيضا بعض حالات الفساد، لكن تعرف حالة الفساد الحين قد تكون شبهة وبعدها تحقيق، وبعدك في البيانات تحت مصدرها السجلات الإدارية وليس المسوح. يعني الفساد ما يقاس بالمسؤولية؟ لا أبدا، لا يمكن. في بعض مثل جرائم، مثل حتى يعني قضية التدخين، المخدرات، في بعض الأمور اللي ناويين يطلعون شيء عن الفساد، التحرش، في بعض الأمور اللي لا يمكن أن تقيسها من خلال المسوح الإحصائية وإنما من خلال السجلات الإدارية. هيئة إحصاء أنتم ناويين تطلعون شيء عن الفساد؟ لا، في مؤشر من مؤشرات التنمية المستدامة، في تواصل ما بينه وبين الجهات المعنية النيابة العامة وأيضا الهيئة الوطنية للفساد، بحيث أن نضع المؤشرات المتعلقة بالفساد. طيب، هي مؤشرات سجلية وليست بيانات من مسؤول في المصدر. يعني الجهات. بس بكرة ممكن يطلع لنا مؤشر الفساد والله إحنا واصلين هذا الرقم، نزلناه لهذا الرقم، ممكن يصير. ما أبدا، ما عندنا أي تحدي. أنا أقول صناعة الرقم الإحصائي أستاذ عبد الله ليس بالأمر السهل صراحة، وأحيانا تكيف الرقم الإحصائي بحسب طبيعة المجتمع. يعني مثلا الشعب الإحصائية في الأمم المتحدة الاجتماع في كل مارش من كل سنة يناقشون الكثير من القضايا. أحيانا في بعض القضايا تناقشها دول، مثلا مخدرات، تلقى لما يطرحون موضوع إحصاءات المخدرات تتحدث عنها فقط الدول اللي تعاني، الدول اللي ما عندها تحديات. بس الفساد هذا قضية في كل العالم. نعم، الفساد أيضا نفس الشيء، في جهات منظمات دولية، قصدي بعض الدول تقيسها مثلا بمسوح بسجلات، لكن احنا بالنسبة لنا كيف نبدأ نقيسها؟ لازم نقيسها في جهات معنية فيه، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأيضا النيابة العامة. فمن واقع سجلاتهم الإدارية نستطيع أن نحكم أين وصلنا في حالات الفساد. طيب، خلينا نستعرض معك مجموعة من الأخبار اللي جمعناها ونعلق عليها سريعا إذا انت لي رصد. السعودية الأول عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة. موسم الرياض، 3 ملايين زائر وأكثر من 8 ملايين تذكرة. التعداد السكاني 2020 في مارس المقبل. المملكة تنضم لمعيار نشر البيانات الخاص بصندوق النقد الدولي. إطلاق حملة التشجير بجميع مناطق المملكة.
الشورى للإحصاء، معلوماتكم مخجلة ولا تقدم قيمة مضافة للمستفيدين منه. السعودية الصراحة حققت المركز الأول عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة ضمن مؤشر صورة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، حصلت على المرتبة 62 متقدمة ل 30 مرتبة عن العام. طبعا في أرقام كبيرة، يعني زي بدء النشاط التجاري من 141 إلى 38، تجارة عبر الحدود من 158 إلى 86. وهنا ممكن أنا ألقاها فرصة أنه أشكر معالي وزير التجارة ماجد القصبي، لأنه إحنا كنا نضغط على هذه الأرقام في المقابلة معه، وحتى المقابلة مع هيئة العمل الجمارك، ونقول ليه الأرقام بهذا الشكل وليه إحنا متراجعين بهذه الأرقام. وكما الإعلام يتساءل بقسوة، هنا حانت لحظة الشكر. شكرا على هذا التقدم اللي أنتم قدمتوه، شكرا على هذا على هذه القفزة الحقيقية، قفزة كبيرة. ونقول لكم منصفين، لجنة التيسير الموجودة في بين الجهات الحكومية تؤدي جهد ممتاز جدا وتقدمنا في التنافسية. ننتظر المزيد، ننتظر مزيد من الأرقام. كيف تعلق على هذا الرقم؟ طبعا خلينا نقول أنا لجنة التيسير، يعني خلينا نقول لجنة التيسير تضم يعني أكثر من 50 جهة حكومية. هذا أعطتنا مؤشر، نقول دائما التكامل والتنسيق ما بين الأجهزة الحكومية يصنع قصص النجاح. اليوم المؤشر اللي عندنا البنك الدولي، في مؤشرات العلاقة بالجمارك، في مؤشرات العلاقة بوزارة التجارة، في شيء العلاقة بهيئة التجارة الخارجية، كل الجهات الحكومية دون استثناء، يعني في مؤشر هنا ومؤشر هنا، بنى المؤشر المركب وصار فيه هو قفزة. سؤالي أنت بخبرتك، هل النقلة ذي هل لأنه فعلا تغير أشياء على الأرض، ولا لا هي كانت في ما تغير شيء بس في بيانات ما كانت توصل للبنك الدولي، ما في تنسيق، ما في كذا، وبدأت توصل؟ أنا أقول الاثنين، أن اليوم في قضية أن في فعلا أمور تمت على الأرض وعكست، وفي جانب الثاني قضية التواصل مع المنظمات الدولية، عند التحدي في قضية التواصل. أنا أقول الاثنتين كانت الحين هي هذا السبب. البنك الدولي، وعندنا أيضا كمان الصندوق النقد الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة الصحة العالمية والتحدي الدولي للاتصالات. هذا الحين إذا جمعوا الأرقام، لا خلينا في 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 في, في التنموية الاقتصادية، هذه الأرقام اللي يجمعونها أنتوا لكم علاقة فيها؟ البيانات، في بيانات تؤخذ من المسوح تنفذها العمل الإحصاء، وفي بيانات تؤخذ من الأجهزة الحكومية وفق نشاطها، مثل الجمارك مثل، ومثل أيضا وزارة التجارة والاستثمار، مثل الهيئة العامة للاستثمار. وفي بيانات تؤخذ هم يسوون دراسات، نفس البنك الدولي يأخذون جهات مثلا معينة يسألون بعض الأسئلة، ففي عدة يعني عدة مصادر، ليس مصدر واحد. فعشان كده نقول هو عمل تشاركي. الإحصاءات لا تعني أن فقط الإحصاءات تصدرها العمل الإحصاء. أنتوا أي نموذج تحاكون في عملكم العالمي؟ قبل 3 سنوات تقريبا ونص، لما جينا نفكر نقول كيف ممكن ننقل نقله للعمل الإحصائي، بنينا أعدنا بناء الهيئة على أساس نقول هيئة مبنية على العملاء في علاقة مع المستفيدين. هذا النموذج الأسترالي والنيوزيلندي، الدول نيوزيلندا وأستراليا بنت هذا النموذج، دول أخرى تبنيها بطريقة مثلًا مختلفة. أبي أنتوا النموذج الأسترالي. خلينا نقول النموذج الأسترالي. النموذج الأسترالي نموذج، ترى على فكرة أستراليا من الدول المتقدمة في الجانب الإحصائي، فالنموذج الأسترالي هو النموذج اللي بنينا عليه. موسم الرياض 3 ملايين زائر وأكثر من 8 ملايين تذكرة، وفي إقبال وتشوف الزحمة أنت في. أنا ما راح أسألك على الموضوع يعني الترفيه كترفيه، أنا بسألك على موضوع الإحصاءات. أنا تفاجأت وأنا أحضر لهذه الحلقة، أنا ظنيت أنه أنتوا بس مسوح أو إحصاءات تتعلق في التنمية وفي الإسكان، لا أنتوا عندكم موضوع الثقافة وموضوع البيئة، موضوع الترفيه هو جزء من الثقافة. عندك أرقام على موضوع الثقافة، على موضوع الترفيه، على موضوع جودة الحياة، الأشياء هذه؟ نعم، خليني بس أنا قبل ما أؤكد خليني أقول برنامج الأطلق، برنامج جودة الحياة، إحدى برامج الرؤية. برنامج جودة الحياة يتضمن عدة مؤشرات فرعية، نصيب الفرد من الناتج المحلي، المؤشرات العلاقة بالثقافة، ممارسة الرياضة، الأنشطة الثقافية الترفيهية، يعني تتشارك فيها عدة جهات، الهيئة العامة للرياضة، هيئة الترفيه، الهيئة الثقافة، وزارة الثقافة، تتشارك فيها عدة جهات. اليوم لو نأخذ بس فقط بعض الإحصائيات المعنية بالثقافة، خلينا نقول ممارسة الأسرة الرياضة،
18.9 تقريبا من الأسر السعودية تمارس أو نقول من الأفراد السعوديين يمارسون الرياضة. هذا إحدى المتعلقة بجودة الحياة. إذا تكلم عن الأنشطة الثقافية تقريبا خلني أقول يمكن 58.12 من الأفراد السعوديين يعني قاموا بقراءة كتاب واحد على الأقل. أنا أتكلم عن 64% من الأفراد السعوديين 15 سنة في أكثر اللي قاموا بزيارة أماكن ثقافية أو ترفيهية مقر إقامتهم خلال 12 في شيء عن التلفزيون؟ في شيء عن التلفزيون؟ نعم المحطات في عن التلفزيون تقريبا 96 خلينا نقول 97% من الأسر السعوديين من الأفراد السعوديين يشاهدون التلفزيون. يعني خلال التلفزيون 12 نعم حاضر الإذاعة 43%. هذه المؤشرات المركبة أحد يمكن يسألني سؤال طيب ليش اخترتوا هذه المؤشرات؟ احنا لما نبني المؤشرات الإحصائية يكون عنده معيارين، معيار المتطلبات الدولية للمملكة جزء من منظومة الدولية وأيضا المتطلبات المحلية، رؤية المملكة 2030، برامج الرؤية 12، الاستراتيجية الوطنية. خلنا ندخل في التفصيل. يعني رئيس الهيئة هيئة الترفيه تحدث على أنه أرقام، قال الرياض بوليفارد خلال 4 أيام فقط استقبل أكثر من 2 مليون زائر، وبعدين استدرك قال الإحصائية من شركة الاتصالات والمرور، شكرا لهم وشكرا لكم. وين الإحصاءات؟ يأخذ إحصاءاته من الاتصالات ومن المرور، ليش ما أخذها منكم؟ مثل ما قلت لك الإحصاءات في إحصاءات رسمية تصدر من الهيئة العامة للإحصاء وفق المعايير الدولية متعارف عليها، وأحيانا الجهات الحكومية تصدر إحصاءات وفق نشاطها الرئيس، فهذه من ضمن طيب هو وفق نشاط الرئيس هو يبغى يطلع أرقام. هذه من ضمن الأنشطة هيئة الترفيه الرئيسية اللي يعني وينك انت ليش ما تحط له مؤشر ويشتغل عليه ويصير فيه ارقام يعني تطلع بشكل مهني؟ ليش يروح يطلب من المرور من الاتصالات؟ العمل الاحصائي هو عمل خلينا نقول لك لا تستطيع اليوم الهيئه العامه للاحصاء ان تنفرد بالعمل الاحصائي، لا يمكن ان تنفرد بالعمل الاحصائي. ففيه احصاءات تديرها الهيئه وممكن تكون في احصاءات اخرى للاجهزه الحكوميه كيف تتعامل معها مع انشطتها الرئيسيه. هذه الاحصاءات نشاط يتعلق بهيئة الترفيه، لكن في الأخير تقول هل ممكن اليوم نرصد هذا الرقم؟ هو يعني فقط تتكلم عن يوم، لو كنا بنتكلم في الهيئة احنا نتكلم عن مواسم السعودية. مواسم السعودية وينك عن المواسم؟ هذه موجودة في الإحصاءات متعلقة بالثقافة والترفيه، لما تكون المواسم السعودية من الأسباب منها تفاصيل كثيرة. نحن لما نجهز أرقام نجهز أرقام ذات شمولية وليست لي دكتور احنا الآن محتاجين في تغيير هيكلي اقتصادي ثقافي اجتماعي في البلد، فأنت المفروض تكون حاضر في الأرقام اللي نحتاجها. الترفيه واحد منها، المواسم واحد منها، نحتاج أنكم تكونوا موجودين هنا بحيث أنه يصير فيه رقم مبني بشكل مهني. سؤالي الثاني، هل ينفع الجهة تقيس نفسها؟ يعني يجي الإسكان يقول هذا الرقم حقي، ويجي مثلا السياح يقول هذا الرقم حقي، ولا المفروض في جهة ثالثة هي اللي تقيس؟ خلني أميز أول شيء، هو ليس قياس أداء الجهة، إن في الأخير نبني مؤشر لرقم ثاني. أنا أتكلم على أرقام إحصاءات. هل المفروض الجهة ينفع تطلع الأرقام ولا المفروض جهة ثانية تطلع؟ يعتمد على حسب الرقم. شلون حسب الرقم؟ يعني معنى أنا خلني أقول لك اليوم مثلا وزارة العمل ممكن تصدر تقول لك والله تم توظيف كذا وكذا، هذا نشاطها الرئيس، لكن لا يمكن لوزارة العمل أن تبني مؤشر علاقة بالبطالة أو مؤشر علاقة بالأنفاق والدخل. هذا من اختصاصات الهيئة اللي تبنيها بمؤشرات. فنقول المؤشرات الدولية لها معايير مثلا، وعن هذا من اختصاص الهيئة العامة للإحصاء، لكن الأنشطة الرئيسية للأجهزة الحكومية وهذه اللي عادي تصدرون إحصاءات. والمناسبة نظام إحصاءات جديد سيصدر نظم هذه العملية بقضية النشر، ويكون فيه تنسيق من خلال مع الهيئة العامة للإحصاء قبل نشر الإحصاءات. 2020 بكرة ترى جاك. لا النظام جاهز أنت؟ النظام نعم. أنا أحكيك عن التعداد، تركنا من النظام. تعداد السكاني 2010 خلصناه، والآن جاءنا 2020 بكرة وعمل ضخم. أنت جاهز ولا ما أنت جاهز؟ نعم جاهزين. التعداد على فكرة لنا سنتين نرتب له. متى هيبدأ؟ طبعا التعداد في مارش 17، وهذا يعني صدر قرار مجلس وزراء الليلة الإسناد الزمني مارش 17. إن اليوم لناس أكثر من سنتين نستعد للتعداد. أنا بأخذها على أسئلة سريعة لأنه ما معي وقت طويل. كم عدد السعوديين اليوم؟ اليوم عدد السعوديين الإجمالي السكان 34 مليون و218. 34 مليون سعوديين وغير السعوديين. وغير السعوديين، السعوديين يعني تقريبا
أعتقد 22 مو بعند الحقيقة الرقم. وكم النسبة؟ هو نسبة السعوديين 61% تقريبا 61% معناته 21 مليون وشوي. يتكلم 62 النمو السكاني كم؟ النمو السكاني 2.4. وأنا وقفة هنا، النمو في المملكة، النمو السكاني في المملكة يعتبر عالي مقارنة بالدول الأخرى خلال 20 السنة الماضية. صحيح أننا من رقم واحد رقم اثنين على مستوى العالم. شوف خلال 20 سنة، خلال 20 سنة الماضية احنا رقم اثنين عالميا بعد نيجيريا تقريبا. خلال 20 سنة كانت الزيادة حدود 67%، نسبة النمو عالية. إذا احنا نتكلم اليوم عن المواليد، المواليد 434 مولود سعودي خلال سنة، فنسبة النمو وعدد المواليد يعني 434 ألف تتكلم. 434,239 سعودي تتكلم. نسبة الشباب كم من السعوديين؟ الشباب السعوديين اللي تكلم من 15 إلى 34 36 هي هذول الشباب 15 إلى 34 من 15 إلى 34 ايه. وبالمناسبة مقارنة مجموعة الدول 20 المملكة رقم واحد في عدد في نسبة الشباب، نسبة الشباب، النمو السكاني، عدد المواليد، مجتمع في مجتمع شاب، شاب مجتمع جديد. مقارنة بالدول الأخرى ترى بالمناسبة يعني مثلا بعض الدول ترى نسبة النمو عندهم تقريبا صفر. لا حد يفهم الصفر، البعض يقول بينقرضون، لا، ان المواليد مع الوفيات الفرق بين يعني في المملكه عندنا لا نسبه النمو كبيره. هذه تعطينا مؤشر قوي ان العمل الاحصائي لابد يكون ديناميكي. هو في شيء ديناميكي وفي شيء غريب، يعني اللي يشوف ارقامكم يا اخي يحس انه في شيء غلط. انا اقول لك ليش 2015 تحس ان الارقام يعني او 2015 2016 تحس اننا سعوديين احنا حسينا ان ارتفعنا، بعدين جت 2018 حسينا ان نزلنا. انت ما شفت الارقام طيب. في فروق؟ طيب شوف انا اقول اليوم ان احنا نتكلم عن بدانا في التعداد ال 2010 وكل التعدادات السابقه كانت مسوح. كانت مسوح ليس لها علاقه باي بيانات من واقع سجلات. يعني ممكن يجيك واحد مثلا 20 يعني في السابق ترى الاسره يقول انا سعودي هو غير سعودي وتسجلناها سعودي. هذه كانت إحدى الإشكاليات الموجودة في التعدادات السابقة. فلما نبني عليها التقديرات والإسقاطات خلال من التعداد للتعداد طبيعي راح يكون عندنا يعني نسبة، لكن مع التعداد 2020 سينتهي. 2020 في ربط مع مركز البحث الوطني، يعني بمعنى نزور الأسرة، الزيارة الأسرة ما في واحد يقول إني أنا سعودي غير سعودي، نسحب البيانات إذا كان سعودي نأخذ سجل مدني، بيانات من مركز العملات الوطني ايضا مع البريد السعودي نحدد الموقع فنبدا نحدث من يعني بصراحه الجدد. يعني هالتعداد ده الناس تنتظره ورقم مهم، تتوقع في مفاجآت في 2020 في الارقام؟ شوف المفاجآت لما بنغير الاليه، يعني اليوم ما نزور الاسره ويقول انا سعودي هو غير سعودي، لا، الارقام مسجله عندنا، بالتاكيد راح تكون فيه بعض الاختلافات. أنا ما أتكلم اختلافات، أتكلم مفاجآت. يعني مثال مفاجآت إنه إحنا مثلاً الحين تقول إحنا 21 مليون نطلع أقل. لا 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 لا، ما شوف يعني شوف الجانب الإحصائي بالمناسبة في دائماً هامش خطأ. يعني عشان كذا أنا أقول لك تزيد تنقص بالمناسبة، ترى حتى كل الدول ألمانيا أمريكا كل الدول يحطون ترى في نسبة نقص، يقولك والله ترى عددنا ممكن يزيد، طبعا نتكلم عن يزيد 200 ألف مليون ينقص كذا، طبيعي هذا في أي رقم، لكن الأهم دائما الرقم الإحصائي أخوي عبد الله. لا ما أتكلم عن تغيير، أنا أتكلم عن مفاجآت، تتوقع في مفاجآت؟ شوف كل شيء وارد. زين تغيرت تراجعت صارت لا 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 لا, لا, لا بس أنا خليني أقول لك اليوم لا، يعني في الكثير اللي موجودين مثلا في السعودية ويقول السعودي هو غير سعودي، إن في الأسرة لما نزوره ما نقدر نقول عطنا ما يثبت إنك سعودي. ما أدري ليه أنا عندي إحساس إنه في مفاجأة في التعداد الأرقام ده. بالمناسبة الرقم اللي الإجماليات اللي أو التقديرات اللي وضعناها اللي طلعت الإجماليات هي نفسها الإجماليات الموجودة في مركز العلوم الوطني. قد تكون الاختلافات أن في أسرة مسجلة في مسوحنا أنه يقول أني أنا سعودي لكن مروح مركز العلوم الوطني قد يكون غير سعودي. كم عددهم؟ كم الاختلافات؟ كم طيب. التفاصيل؟ وفي تفاصيل كثيرة حتى القبائل النازحة وفي تفاصيل كثيرة مرتبطة. أنتوا الآن انضممتوا للمؤشر الدولي ونبارك لكم فيه، وهذا يعني قريب صندوق النقد الدولي. إيه في المؤشر الدولي هذا في التابع لصندوق النقد الدولي، يعني إحنا يعني دخلنا مؤخرا، مفروض إنه دخلوا من زمان الصراحة.
احنا الحين ايش وضعنا كهيئه احصاء كمنظمه احصاء؟ انت كيف تقيس نفسك؟ انت تقيس الناس الحين تقيس نفسك وين كنت والحين وش انت وين بتروح؟ بس بسرعه الله يخليك. طيب انا نقول يعني لو اي احد يعمل في المنظومه نقول لدينا هدف استراتيجي ان ننقل العمل الاحصائي نقول هيئه ذات تميز على الخارطه الدوليه. هذا كلام ما هو في لما قسنا ووضعنا ما يتعلق بالمؤشرات الدوليه مقارنه مجموعه الدول 20 لان فيها كل الدول. كنا تقريبا في 2016 بدايه برنامج التحول العمل الاحصائي كان ترتيبنا 16 مقارنه من 20 دوله. 2017 وصلنا 11 مقارنه ب خلينا نقول شموليه الاعمال الاحصائيه اللي نقدمها. اليوم 2000 وحنا اليوم 2019 وصلنا الى 8 في تقدم. هدفنا الاستراتيجي بعد ما ننهي التعداد السكان وسائل المنشآت في بداية 2021 أن نصل إلى أفضل 3 دول بما يتعلق بالمؤشرات. طبعاً هذا إذا حنا نتكلم. هنا آخر واحد دخل منظمة العشرين شلون تصير رقم 8؟ الشمولية في الشمولية المنتجات لا الانضمام. يعني فلسطين قبلنا ترى منضمة. لا 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 الصندوق الانضمام للمعيار النشر الدولي الخاص هذا ليس له علاقة بشمولية المؤشرات. أنا أقول شمولية المؤشرات. أنا أقول شمولية المؤشرات يعني معنى كم عدد المؤشرات والمنتجات اللي نقدمها ليس لها علاقة بالانضمام للمعيار الدولي الخاص. طبعا أنا أتكلم عن نقول من أفضل 3 دول إذا بالتحديات الموجودة عندنا اليوم. اليوم عندنا تحديات لكن إذا بنعمل بنفس الرتم سنصل، لكن إذا استطعنا أن نتغلب على بعض التحديات الرئيسية اللي تواجهنا اليوم في الهيئة العامة للإحصاء أنا أعتقد أننا سنصل للمرتبة بدون مبالغة لأقول الأولى، بس أننا نحتاج كيف نتعامل مع السجلات الإدارية. يعني أنت في 21 طموحك تصل إلى رقم 3 من مجموعة العشرين؟ من أفضل ثلاثة من مجموعة العشرين؟ من مجموعة الدول 20 نعم. طبعا أستراليا وكندا سابقين في متعاقب المؤشرات. أنت عندك مشاكل في البنية التحتية التقنية؟ لا ليست مشاكل، خليني أقول لك هي تحديات. أنا أقول التحديات الموجودة عندنا اليوم وتحديات رئيسيين. أول شيء في قضية العمل الإحصائي كيف نستفيد من السجلات الإدارية الموجودة لدى الأجهزة الحكومية. هي مصدر رئيس جدا للإحصاءات. أستراليا كندا الدول تقدمت من هذه. اليوم عندنا تحدي كثير في كبير كيف أنه ممكن نبدأ نتعامل مع هذه السجلات، لكن يبقى السؤال ما هي الحلول؟ نظام الإحصاءات اللي سيصدر. يعني أنا عبد الله وأنا حضر الحلقة تعبت، يعني أنتوا يعني أنت لما أجي أبحث البحث ما تدخل الكلمة بسرعة، تجيك بلوك بدي اف لازم تطبعه كله، أنا أدور معلومة كذا مين موجودة. موجودة على أكسل حتى موضوع موجود، وحتى يعني الكلام على البيانات المفتوحة يسر ما حطتكم أنتوا من يعني ما عطتكم تميز حتى في موضوع الخدمات. لا أتكلم عن الخدمات. يعني برنامج يسر يتكلم عن الخدمات. أنت تقول الخدمات الخمس المواطنين مثلا، احنا ما نقدم خدمة مثلا لا بس تبادل البيانات المفتوحة جزء من انه اللي قدمك صحيح. البوابة انا اقول البوابة حقتنا اليوم كل البيانات موجودة على النشرة، موجودة حتى PDF البوابة موجودة على اكسل. الشباب اللي عندك كاتبين البوابة السعودية للإحصاءات كاتبين انه هذه مشاريع منتهية تم تنفيذها، ما لقيتها. هي اللي مع الملك عبد العزيز بيتي الملك عبد العزيز. لا لم تنتهي البوابة السعودية للإحصاءات لم تنتهي، ما زلنا ان يعني تأخرنا في إطلاقها. وأنا في مشاكل بالتقنية عندك؟ لا في البوابة. لا البوابة هذه خلنا أقول لك البوابة كانت الآن نشتغل فيها مع مدينة الملك عبد العزيز بالتقنية. كان عندنا انهينا من الجانب التقني لكن بقي المحتوى نطلع هذه البيانات فقط كيف ممكن نصنفها. بس أقول التحديات هي تتعامل مع السجلات. خليني أسألك أسئلة سريعة الآن على المستوى البيئي، كم انخلع عندنا؟ تقريبا 30 مليون نخلة تقريبا 30 مليون نخلة. اي نعم. على مستوى الإبل كم عندنا من الإبل؟ طبعا الأرقام في المملكة 2000 تقريبا الى العام 2017 كان الإبل طبعا الذكور والإناث نتكلم عن 88 للذكور وايضا إناث 388 ألف والإناث اللي 399 ألف. يعني مجمالي ما عندك. خليني أدخل الجزء الصعب. مجلس الشورى نحن عرضنا في رصد أنه زعلان عليكم وقاعد لغته قاسية في الرد حسب جريدة الحياة. العلاقة بس متى؟ يمكن قد تكون قبل سنتين. طيب خلينا عيال اليوم حنا عيال اليوم. العلاقة مع الأجهزة الحكومية إلى أي حد علاقتك؟ دائما نسمعك في المقابلات تشاركية تركنا من تشاركية.
إلى أي حد علاقتك كويسة مع الجهات الحكومية بحيث أنه تعطيك الأرقام زي ما تبي؟ نشوف العلاقة، نقول فيه اللي يحتاج بيانات من الأجهزة الحكومية، هنا فيه تعاون كبير جدا. لكن تقول ما هو دور الجهات الآن بما يتعلق بالتعامل مع إحصاءاتها، لدينا تحدي كبير. الوحدات الإحصائية الموجودة في الأجهزة الحكومية الآن شبه معطلة، قليل من الأجهزة الحكومية لليوم اللي عندها وحدة إحصائية تستطيع أن تتعامل مع إحصاءاتها اليوم، ما فيه. لكن رفعنا طيب مشروع في مرسوم ملكي دي صح؟ نعم، صدر مرسوم ملكي قبل تقريبا سنتين، وأيضا موجودة في نظام الإحصاءات. طيب، إن قضية تفعيل الوحدات الإحصائية في الأجهزة الحكومية اليوم، يعني أهم عملاك وزارة العمل ولا لا؟ صحيح. وزارة العمل في عهد الوزير السابق أصلا الوحدة الإحصائية دي قفلها، ألغاها كلها، كلام صحيح صح؟ صحيح. طيب طبعا قول الحين ما شاء الله، إن اليوم لما تتكلم عن ليس لدى الهيئة العامة للإحصاء صلاحية لا تقوم بالدور الرقابي على الأجهزة الحكومية، لكن أنا أقول دائما إذا كانت الوحدات الإحصائية وفي تفاعل كثير ما يتعلق بالبيانات في السجلات الإدارية لدى الأجهزة الحكومية، سننقل نقلة قوية للعمل الإحصائي. تفعيل ملكي الإحصائي. ليش تقول ما عندي صلاحيه؟ فيها ترسوم ملكي صح، بس لست الجهه الرقابيه، لست الجهه الرقابيه. انت ايش تحتاج بالضبط؟ يعني ايش طلبك بالضبط؟ انا خليني اقول يمكن قضيه تفعيل الوحدات الاحصائيه في الاجهزه الحكوميه اذا فعلت اليوم ستشكل نقله كبيره. جانب اخر، اليوم ايضا عندنا تحدي بما يتعلق بمنظومه عمل، يعني بمعنى اليوم بيانات الصحه تلقاها موجوده في وزاره الدفاع، وزاره الداخليه، وزاره الحرس الوطني، وايضا موجوده في وزاره الصحه. لا يمكن أن نشكل نقلة لهذه البيانات دون أن يكون لدينا مرصد، دون أن يكون لدينا مرصد لعلاقة بالتعامل مع هذه المنظومة. إذا رفعنا تنظيم ليش حقيقة، ليش 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 مو متحمسين الناس إنهم يعطونك الأشياء اللي أنت تبيها؟ هي أنا أقول يمكن قد تكون الأولويات، يعني بمعنى ترى حتى داخل المنظومة قد تكون أولويات، يعني كل الأجهزة الحكومية لديها مشاريع ومبادرات وأولويات، قد لا يكون الجانب الإحصائي من ضمن أولوياتها، لكن هو أولوية لنا. لما يكفلها غير إنه والله ما سويناها ما موجوده وقفلها، هذه لا موضوع ثاني. لست الجهه الرقابيه اللي يقول ليش قفلوها صراحه. طيب، لكن انا اقول ان تفعيل الوحدات الاحصائيه، وجود المراصد اللي تتعامل مع البيانات اللي المصدر الثاني اليوم العمل. هذا طلبك. سؤالي ايضا، هل عندك ارقام ما تنشر؟ لا ابدا، كل الارقام تنشر، لان من ضمن المعايير الموجوده للاحصاءات الرسميه المعيار اللي هو السابع والثامن لقضية النشر. طيب، ولكن في نقطة مثل مهمة تكلم عين رسمية، أحيانا نسوي بعض الأعمال الإحصائية لدى أجهزة حكومية مخصصة لهم، هم بأسلوب تجاري هي مخصص لهم، هم مجرد اللي لهم الحقية في قضية النشر ويتعاملون معها بالطريقة اللي يرونها مناسبة. في استفتاء احنا عملناه، أنا ودي أطلعك عليه ونتناقش فيه، خلينا نشوفه مع بعض. استفتاء ما مدى ثقتك بأرقام هيئة الإحصاء؟ أثق جداً؟ إلى حد ما لا أثق. والله هي الرقم صادم، بس خليني يعني أقول شغلة واضحة. نقول مثل هالاستطلاعات مثل الأرقام ومثل الملاحظات تجينا، أنا أشوفها أنها حقيقة يعني مرآة لنا لتحسين. حتى الإيجابيات نحاول نعزز الإيجابيات، إذا جانا النقد مثل هذا نتحاول نتعامل معها. بس أحب أعلق على جوانب مثلا مهمة. اليوم طبيعة العمل الإحصائي أو طبيعة عمل الهيئة، طبيعة عمل فني بحت إحصائي، فأحيانا لما تتعامل معها قد تكون المشكلة في قضية فهم الرقم، وقد تكون الحكم على مبني على انطباعات وليست على مثلا منهجية. هذا واحد. الجانب الآخر، وأنا أقول أعترف بالتقصير، الفترات الماضية لما بدأنا في قضية التحول كان أمامنا عملاء معينين، الجهات الحكومية، القطاع الخاص، المنظمات الدولية، الأكاديميين والباحثين، الرأي العام، خلينا نقول كالمجتمع
المجتمع يعني ما كانت من ضمن يعني انت مركز عليها بس الاعتبار بالنهايه، لكن لابد ان ناخذ الاعتبار. يعني اذكر انا مقال حتى انا جبته لسعد الدوسري يقول حينما يصدر تقرير رسمي احصائي فاننا لا نتفائل كثيرا، وذلك لان البيانات والارقام تصنع في الغالب لارضاء المسؤولين الذين سيطلعون عليها. الناس وش تبي منك في الارقام؟ تبي رقم مستقل، يعني ما تجامل فلان ولا علان، نبي رقم مستقل زي ما هو. اثنين، يبغونك محترف انك تطلع الارقام بمنهجيه صحيحه معترفه. ثلاثه، يبغونك شفاف، ما في شيء يطلع وشيء ما يطلع، المملكه تتبنى سياسه الافصاح. ايضا انك ماشي مع المعايير الدوليه، مو بحاط معايير على كذا. هذه الاربعه اذا سويتها الرقم ذا، هذه طلبات الناس. طيب انا اتفق معك، انا ما ادري عن مقال سعد الدوس بس قد يكون قديم. انا اقول النظام قديم كثير، بس يمكن النظام القديم انا متاكد انه قبل اصلا قبل اكثر من 5/2/2019. طيب لما نتكلم عن اليوم، النظام الاحصاء والتنظيم يلزم من يعمل في الهيئه بالشفافيه والاستقلاليه في اصدار هذه الارقام. اذا نتكلم عن نظام وتنظيم، الممارسات اللي تمت خلال الفترات الماضية اللي كنا نمارسها، اليوم في موقع الهيئة لو أحد يدخل يلقى موجود عندنا أن ترى في اليوم الفلاني سيتم نشر المؤشر الفلاني بغض النظر إيجابياته وسلبياته. لو كنا في الأخير أن أنت مقتنع في شغلك، أنا اللي بقول لك إياه هذه رسالة يجب أن ترفع من ثقة الناس في الرقم الحكومي، هذا مصالح الناس مصالح البلد. يعني هي رساله اكثر من هذا. انا اقول هي في الاخير انه رساله، خذها الرساله، هي رساله. وانا اقول خلنا نسمع اسئله. هي رساله الناس. هديه، انا اعتبرها طيب. هديه وليست رساله. طيب الناس سالت مجموعه من الاسئله، خلونا نستعرضها بس سريعا لو سمحتوا. هناك ما يمكن ذكره وفيه ما يحب التحفظ عليه، والإحصاءات تقدم للمختصين وليس العامة. يليت تسأل وش فائدة التعداد السكاني والأحوال المدنية موجودة؟ حينما نبحث في الموقع الرسمي للهيئة، فمعظم البحوث المسجلة تكون قديمة ولا يمكن الاعتداد بها، خاصة وأننا في زمن التحولات السريعة والقفزات الكبيرة. ما هي آلية معالجتهم لهذا الموضوع؟ الهيئة العامة للإحصاء لا زالت تعمل بخطى متباعدة، معتمدة في عملها على متعاونين بأجر وبطريقة تدريب بدائية لا تتجاوز بمداها أيام معدودات، ومصيبتها أنها تعتمد ما يأتيها من بيانات دون التأكد من سلامتها وإن كانت مكتملة الأركان والمعالم. السؤال هو، ألا تمتلك هيئة الإحصاء عناصر مؤهلين؟ هل هناك دراسة عن خط الفقر؟ وإن كانت موجودة، ما هو الحد؟ ليتك تسأل الضيف عن واقعية أرقام هذا الجدول. يليت تسأل كم عدد سكان السعودية الفعلي بدون الأجانب والوافدين، لأن كل يوم طالع لنا عدد، مرة يقولون 20 مليون ومرة يقولون 25 مليون، ولا ندري كم عددنا الحقيقي. كم عدد المقيمين في السعودية؟ ليش معلوماتكم غير دقيقة ولا يعتمد عليها من الوزارات الحكومية؟ مثلاً الإسكان يقولون 60% متملكين وغيره يقول العكس. البطالة كل واحد يدلي بدلوة، اللي يقول 30 واللي يقول 8. ليش ما يتعاونون مع الأحوال المدنية ويوضحون أكثر؟ ما هي نسبة مصداقية إحصائيات الهيئة؟ وما مدى استقلاليتها عن تأثير الهيئات والوزارات الأخرى عليها؟ ما عندكم رابط مع وزارة الأحوال المدنية لإحصاء البشر وممتلكاتهم؟ ليش لسه طريقة تقليدية قديمة إنه يجي شخص ومعاه دفتر تقول من كتاب القرية؟ الحين المفروض يكون عندهم إحصاء عن عدد البطولات للأندية في السعودية. تعبنا، كل نادي عنده إحصائية خاصة فيه، إلى متى؟ دكتور ضحكت في الأخير، لأنك ضحكت على التعليق الأخير. طيب أنت تقول لنا في الرياضة، وقبل شوي تقول في مشكلة عند الوسط الرياضي في موضوع الإحصاءات أو البطولات أو الأرقام الرياضية. أنتوا هيئة الإحصاء، هل تستطيعون أن تقدموا خدمة للوسط الرياضي بحيث تأتون بأرقام للبطولات أو غيرها من الأرقام اللي تطلب، ولا هذا ما تستطيعون تسوونه؟ شوف، الهدف من الإحصاء هو تقديم مؤشرات تنموية. أنت في الأخير يعني كون واحد تقدم له خدمة، أنت لا يعنيك يشجع الفريق الفلاني ولا الفريق الفلاني، هي مؤشرات تنموية. هذا
يعني هذا تستفيد منها شركات التسويق وكذا، لكن ليس من ضمن المؤشرات التنموية. أنتوا فاتحين شغل تجاري. نعم صحيح. الآن لو جت هيئة الرياضة وقالت لكم إحنا نبغى نسوي هذا الإحصاء وأنتوا جهة، هي أنتوا الجهة المسؤولة عن أرقام في البلد، تسوونها ولا ما تسوونها؟ لهذا لا. ليش؟ أنا خليني أقول لك ليش. أول شيء وجهة نظري الشخصية، لأن هذا مبني على انطباعات. أنت لا يمكن بالذات تدخل الصراعات اللي في الكورة وكذا، لن تدخل. أنت ما تقدر ولا ما تبي؟ حماية الرقم الإحصائي الرسمي يفترض أنه صراحة وجهة نظري لا ندخل مثل هذه الأرقام لأنها مبنية على انطباعات. أنت تخاف أنه تزعل الناس بعدين يبدون لا مو قضية تزعل الناس. أنا أقول جهدنا يفترض أنه يروح في مؤشرات لعلاقة لدعم التنمية، وليس يعني واحد يشجع بطولات. طيب. هذه ليس لها علاقة بمؤشرات التنموية. الأحوال في دول الاسكندنافية صحيح. تعتمد على السجلات، ما تعتمد على المصحف. طيب متى احنا نوصل للمرحلة؟ الدول الاسكندنافية لديها بنية تقنية معلوماتية متمكنة، ان نقول في 2020 سننتقل بالتعاون مع مركز العلومات الوطني ان نبني التعداد على بيانات سجلية بالإضافة الى الزيارات. الدول الاسكندنافية لديها بنية معلوماتية قوية افضل من اي دولة في العالم. احنا ليش ما نصير كذا؟ ان عندنا التحدي الكبير اليوم، عندنا كم كبير من البيانات مثل ما قلت. اليوم بياناتنا في السجلات الاداريه لدى الزعماء غير مصنفه. بعطيك مثال. نعم هذه يعني توأمتنا مع هذه الهيئه الوليده ستنقل العمل الاحصائي في المملكه. لا ان جهه مستقله وجهه مستقله، لكن مع التوأمه ستنقل العمل الاحصائي في المملكه بشكل. انه في هذه الاسئله ممكن بحسابك او بحساب الهيئه العامه للاحصاء تردون عليهم؟ اوه اكيد. شكرا لك. لا اكيد بالعكس، انا واعد اني ارد على الجميع دون استثناء الرد الوافي. شكرا جزيلا لك معالي الدكتور. وانقلوا عن رئيس هيئه الاحصاء انه يقول: اطالب بتفعيل الوحدات الاحصائيه في الاجهزه الحكوميه. السلام عليكم.